روجي لعبها في وسط الميدان مع بورديم، العودة للقلب، الهدوء، محاولة الاحتفاظ بالكرة، تصل إلى النقاج ولكن التغطية الدفاعية موجودة من جافعي. الكرة للابتعاد منذ البداية، منذ البداية نشعر بأن الاحتكاكات ستكون كثيرة. يسترجع مضى في الوسط، يضع الكرة، يرسل ناحية عروس من هناك، الانطلاقة للمولودية والتدخل والعودة القوية لجافعي في آخر لحظة من دون أي تسامح في هذه الكرة الأولى. لا لاعب يريد أن يترك مساحة، كل لاعب حبيب يخوف صاحبه. كريم يعني تشوف المساحات مخلوقة من الفريقين، سواء الفريق اتحاد العاصمة وحتى مولودية الجزائر. شوف هنا لما الكرة عند اتحاد العاصمة، كل فريق اللاعبين المولودية يعني في خط الوسط الميدان. وانطلاقة للابتعاد مزيان الخطير ولكن دمو حاضر. كريم نعم. من مفاجآت الدربي وفروجي، مزيان على اليمين وليس على اليسار. مزيان على الرقاء، يلعب وخطير ويحب المساحات، وبعد ذلك حتما سيبعد عن الإبرة. الكرة إذن للصارع الاتحاد، وضع الكرة على الأرض، التمريرة القصيرة، هي فلسفة بروجي. هل سيحافظ عليها طيلة التسعين دقيقة أن ضغط الديربي سيغير المعطيات؟ الكرة دائما للاتحاد، احتفال بهذه الكرة، محاولة كسب الثقة بينما الضغط رهيب من الأنصار من على المدرجات. سيماموش سيرسلها طويلة، فعلا طويلة أمامية، لكنها تبقى عند بنغيت من هناك. بنغيت يدور بالكرة في الوسط، ماذا يفعل بنغيت؟ يبحث عن كودري في الوسط، كودري ليشير فيه قبل ما تصل مزيان، اول تسديده من مزيان من بعيد، كودري يعود الى بنغيت، الكره تمشي كما ينبغي بين عناصر الاتحاد، الانطلاقه الانطلاقه، اول تسديده، اول محاوله، اول محاوله، وشعال يريد ان يدخل في المباراه، هو بودربال الذي فاجأ المولوديه في اخر ديربي. في 20 دقيقة قلبوا الموازين اتحاد العاصمة والمولودية، لم تنسى ذلك السيناريو، لذلك شعال كان مركزا في هذه اللقطة. الانطلاقة من عبدو زكريا العائد إلى الخلف، الكرة لصالح دائما عناصر المولودية، الضغط من على عروس، من كل عامل الكرة يجد أمامنا، أمور واضحة، الضغط العالي من جانب عناصر اتحاد العاصمة. كريم من طرف اتحاد العاصمة، نظن اتحاد العاصمة يعني بنفس الطريقة منذ بداية الموسم 4-3-3، يعني شيتا كسونتينال أمامه كودري وبنغيت، على الجهة اليمنى مزيان، على الجهة اليسرى بودربال، وفي قلب الهجوم عبارة مولودية الجزائر بالخطة اليوم 4-4-2، يعني في الهجوم كاين نقاش وراءه بورديم، والوسط ميدان يعني على مسطح. هذه خطة كريم، خطة جديدة من طرف مولودية الجزائر. تماس، ينفذ التماس، بن يحيى هو الذي تدخل، إبرة محاصر من دمه، يضيع الكرة، يسترجع بن غيث في الوسط، تصل إلى شريفي من إلى مزيان والذي عاد إلى الخلف، الكل يهاجم والكل يدافع من جانب اتحاد العاصمة في بداية هذه المباراة. عرجي وليد كظهير أيمن يدافع ويهاجم في نفس الوقت. شافعي مزيان بالعقب، ممتازة، إبرة خاصة، إبرة إما دمه وإما عسي، المهم لا يجب أن يتنفس إبرة، هكذا تفكر المولودية، وهذا ما طلبه صيفي حتما من لعيبة شاب، ما يخلو له ولا سنتيمترات حتى يتحرك. في الفورما واتحاد العاصمة الكل يعني طريقة اللعب مبنية على هذا البرج المراقبة، هذا عبارة اللي هو يعني يفتح الثغرات لمزيان وبودربال. كرة ثابتة لاتحاد العاصمة، أول كرة ثابتة في هذه المباراة، الشريف هو الذي سيتولى التنفيذ. صعود أغلبية عناصر اتحاد العاصمة، الخوف والعذر من رأسية إبرة، الخوف من شافع الذي يأتي من بعيد في الكثير من المناسبات عالية، والدفاع
الدفاع يتدخل عن طريق عزي في نهاية المطاف. نقاش لم يتمكن منها، تتعول بسرعة طويلة، يصارع نقاش وكودري في نهاية المطاف. تصل الكرة إلى سيماموش، يعيدها من دون انتظار. تشعر بأن اتحاد العاصمة يريد أن يدخل المباراة بقوة، والمولودية تراقب وتنتظر. بعد خمس دقائق فقط، خمس دقائق من الحذر، وهذه عادة للصراع بين بورديم. وانطلاقة لصنع المولودية، تصل إلى بورديم الآن، يراود الكرة، ينطلق، يحافظ عليها، ولكن لاعبين أمامه يصعب عليه المرور. تتعول إلى مزيان، راوغ مزيان، انطلق مزيان، قدم لابن غيث، تعود إلى مزيان بعيدة، بعيدة، قتلوا بهذه الكرة. بعيدة. كريم، وحتى تشوف يعني اتحاد العاصمة راهو يهاجم بأكثر لاعبين، وخاصة لما نعرفوا يعني المنصب الجديد اللي هاي الإعادة، هاي الإعادة المراوغة الرائعة من مزيان، ولكن تمريرته لم تكن في مستوى المراوغة. صحيح، وحتى يعني نعرفوه باللي بسرعة فائقة هذا اللاعب، وخاصة مع اللاعب بودربال، ممكن الحلقة هو وإبارة الحلقة القوية بالنسبة لهذا الفريق من الناحية الهجومية لاتحاد العاصمة. مزيان مع كودري في الوسط، كودري يعود إلى مزيان، مزيان بن غيث يغير بن غيث لعيد بودربال من هناك، ينتظر بودربال، ينتظر المساندة، يحتفظ بالكرة، وإلى أين؟ إلى الركنية. يقول الحكم كوراري أول ركنية في المباراة لصنع اتحاد العاصمة. الاتحاد أكثر جرأة هجومية في بداية هذه المباراة، وكأن صيفي يريد أن ينتظر الاتحاد، وفروجي لا يريد الحسابات، يريد حسابات واحدة وهو الفوز. أول أخطر فرصة لاتحاد العاصمة، رأسية بن يحيى تمر جانبية، شعال يحتاج على دفاعه، الأخطاء في الكرة الثابتة غير مسموح بها تماما، غير مقبول، يعني كان بدون مراقبة بن يحيى وحتى شافعي. حسن حظ المولودية أنه بن يحيى ما خلاش لشافعي. شافعي يعني، وشوف لما وسوق حظ الاتحاد، حتى تشوف لما مشى بن يحيى للوراء، عزي ما تبعش اللعب، وهذا اللي أنه شعال كان يعني كلام صريح مع دفاعه. شعل يرسل هذه الكرة أمامية طويلة، نقاش لم تصله الكرات بعد، بورديم بعيدة عليه وتخرج إلى التماس لصنع المولودية. أرجي أمامكم على الصورة بهدوء حدوش، يريدون حاول الكلام والحوار بين الصيفي والمحضر البدني بالخير. كريم، لما تشوف السيستم تاع فريق مولودية الجزائر، انه راح ينتظر فريق اتحاد العاصمة ويلعب الهجمات المعاكسة. هل هذا هو الحل؟ ممكن، هذا الدربي ام لا؟ قادم الدقائق هو الذي سيكشف لنا هذه المعطيات. عرجي مع شافعي مباشرة لزميله بن يحيى، صاحب الفرصة الأخيرة التي كانت خطيرة بالنسبة لاتحاد العاصمة، هي أول فرصة إلى حد الآن في هذه المباراة. 8 دقائق من دون فرص فعلية، أن المولودية تفضل أن تلعب هكذا بهذا الانتشار في الوسط وتنتظر اتحاد العاصمة، وكأنه الآن يبدو بأن ترك الدرارجة في كرسي الاحتياط في حكاية وفي خطة من صيفي، سنرى ونكتشف. الكرة يصنع اتحاد العاصمة، بن غيث يعود إلى الشيطة، مايسترو مهندس الهجمات من جانب اتحاد العاصمة، عرجي الدفاع يتدخل في نهاية المطاف. بالنسبة لدرارجة كان لنا حديث معه، قال لم أطلب أبداً الإعفاء لأنه الخيار كان تكتيكي، المبرر المدرب قال أريد لاعبين على أرض الميدان كلهم يدافعون ويهاجمون. عمر كثير الوسط صيفي، الأمور الآن بدأت تظهر هشام فوق أرضية الميدان، أنه اتحاد العاصمة في المباراة الأخيرة يقصف بالثقيل، والمولودية تريد أن تسير المباراة، لأنه حتى من جانب السيكولوجي الأمور عندها قيمتها. انطلق مزيان ماذا يفعل بالكرة؟ يوزع، تصطدم بأحد المدافعين، لم تخرج يقلب، كل تماس في نهاية المطاف. صلاح، اتحاد العاصمة الأكثر مبادرة، الأكثر ضغط، المولودية إلى حد الآن تراقب وتنتظر في انتظار قادم الدقائق. عرجي لمزيان، شعال ينقذ المولودية من كرة كودري، الخطر لا زال قائما،
بن غيد يراوغ يتقدم تسديدة أخرى قوية فوق العارضة. المولودية تترك اتحاد العاصمة يلعب في بداية هذه المباراة، تترك الاتحاد وتترك مزيان يقدم كرة لكدري، هكذا نفذ التماس، هكذا راوغ وهكذا سدد كدري وجعل ينقذ المولودية. كريم لما تشوف هذه اللقطة يعني تماس واللاعب مزيان يخرج ولا مراقبة، تحس بلي الفريق يعني مرتبك، فريق مولودية الجزائر خوف كبير من الدفاع من تلقي الهدف، وهذا انه اللاعب ما حدوش اللاعب يروح له في ظهره بهذا السهولة، يعني شيء غير مقبول في هذا المستوى. هل المولودية في البداية تنتظر، ولكن الانتظار في الديربي ليس في كل مرة يأتي بالدمار. المولودية مطالبة بأن تدخل في المباراة، طالبة لو لا تتحمل المباراة بهذه الطريقة. الانطلاقة دائما من جرب اتحاد العاصمة بالهدوء المعهود عند اللاعبين يفضلون هذه الكرات القصيرة. بن غيد يعتدل بالكرة، كان عليه خطأ ولكن الحكم يخلي مبدأ الأفضلية ثم يعود للخطأ. حيث الاستحواذ فريق اتحاد العاصمة يعني هو خذ الكرة كثير في البداية، يعني وتشوف باللي الفريق المولودية راجع للمنطقة تاعو. شوف لما تشوف هنا يعني المخالفة، كل لاعبي المولودية راهم في المنطقة، وهذا تبين انه الفريق بدون ثقة عكس فريق اتحاد العاصمة اللي دخل في المباراة بقوة وراه يستحوذ على الكرة وخلق عدة فرص. شريفي في تنفيذ هذه الكرة الثابتة لصالح اتحاد العاصمة. الخطورة كل الخطورة من جانب الاتحاد، التوزيع ولكن كان هناك الارتباك في ثاني مرة يرتبك وسدته بين وبيشة. حتى الكرات الثابتة كلها متفوقين اللاعبين اتحاد العاصمة. نقطة ضعف المولودية هذا الموسم هي الكرات الهوائية الثابتة، 90% من الأهداف التي تلقتها من الكرات الثابتة إفريقيا ومحليا. بحاجة إلى جرأة هجومية، غير معقول أنك تلعب ديربي بهذه الطريقة وتتحمل ضغط اتحاد العاصمة هكذا. ومعروف كريم في الديربي لما تفوز بالصراعات تفوز بالمباراة. يعني بهذه الطريقة الثقة تزداد عند عناصر اتحاد العاصمة ويدخل الشك. جاد حامل الكرة من جانب عناصر المولودية لا يجد لمن يمرر الكرة. وتجد أيضا اللاعبين وكأنهم خايفين يتخبوا وراء المدافعين مثل ما نقولوا بالعام. هنا في هذه الظروف تبان قيمة وطينة اللاعبين. نقاش أول محاولة صالح المولودية وطويلة من زيماموش. مزيان تحول من هناك ولكنها سهلة في نهاية المطاف تصل إلى شعال. بن دبكة يطلب من الرفاقة، يطلب منهم أنهم يطلبوا الكرة. شاب حامل الكرة ما وجدش تماما مع من يلعب. غريب جدا أمر اللاعبين في بداية هذه. وحتى كريم بطء كبير يعني في الاستحواذ على الكرة والمشي بالكرة من طرف لاعبين المولودية، وكما قلت أنه ما فيش حلول بالنسبة لحامل الكرة. حتى تواجد درارجة في كرسي الاحتياط وحتى فيه ديانج. كلام وديانج حتى ديانج يعني مصاب. ديانج الإصابة يعني ديسكال بدأ يسترجع نوعا من الإمكانيات. ذلك بقى منطقي. نقاش لم يتمكن من هذه الكرة. أرجي أمامكم على الصورة. كسب ثقة فروجي. العودة إلى دمو. أمضى في الوسط. يرسلها طويلة. الاتحاد وقف كما ينبغي في بداية هذه المباراة. والمخالفة للاتحاد. أمضى هو الذي ارتكب الخطأ. الصراعات الثنائية التفوق للاتحاد في أغلب الحالات. عروس كلام بينه وبين لبس منيد. بعد المفروض بطاقة. اتنفذت الخطأ. كودري بودربال ممتازة لوليد عرجي ولكن تدخل دمو في نهاية المطاف. أمضى الآن في عكس الهجمة لنقاش. نقاش يقدم هذه الكرة بن عروس من هناك. الانطلاقة لا أعد. نقاش انتظره في القائم الأول. كنت أعتقد بأنه لا أعد داخل منطقة العمليات.
لكن في نهايه المطاف نقاشي انتظر في القائم الاول. كانت ممتازه من بن عروس الذي وزع هذه الكره، ولكن نقاش لم يصل عليها في الوقت المناسب. الكره لصالح فريق اتحاد العاصمه. شافعي، عرجي، وليد، تاز هذه الكره من كودري يحتفظ بها. بودربال لإبارة الذي لم تصل بعد الكرة نقاش لم يتمكن منها. نقاش بحاجة إلى نوع من المساندة، بحاجة إلى أن تصل الكرات. أكيد يعني تشوف اللاعب هذا اللاعب إبارة، اللاعب اللي يعني لما يكون عنده مراقبة دائما يخرج يلعب الكرة وحتى يخلي مساحات البودربال ومزيان. ونشاهده في هذه الدقائق يعني تبديل بين بودربال، رجع بودربال على الجهة اليمنى ومزيان مشى على الجهة اليسرى. الرواق المفضل عند مزيان. بودربال الآن يراوغ بودربال، يمر بودربال، يواصل بودربال والعرقلة والمخالفة للاتحاد. يمر بسهولة وبسلاسة بودربال، والخطأ الذي ارتكبه من هو بن دبكة. بن دبكة ارتكب الخطأ ومخالفة أخرى لاتحاد العاصمة. أكثر ثقة من لاعبي اتحاد العاصمة. وهدوء، خاصة الهدوء. الهدوء في التربيات يلعب دور كبير جدا في كرة القدم. لحد الأشعة الحاضر للتصدي خلف المباراة، يخليه يدخل في المباراة. الجهة المقابلة زماموج 50% من قوة اتحاد العاصمة، ليس هذا الموسم فقط بل منذ مواسم طويلة. جريفيدا في تنفيذ الكرة الثابتة لصالح. معروف بالتسديدات كريم، ولكنها بعيدة نواف. مع ذلك جمهور اتحاد العاصمة يشعر بالخطر ويتفاعل مع هذه الكرة، يقفون ويهتفون ويساندون في انتظار ما سيفعله شريفي. هل سيسددها مباشرة أم أنه سيرفعها بحثا عن الرؤوس، بحثا عن بن يحيى وشفعي وإبارة؟ يفكر عبيد شارف لا يتسامح مع الأمطار القانونية. كريم لو تروح في الإطار هتكون صعبة على شعار. شوفها بعيد. شريفي، شريفي، اوه، ولكن زال بين احضان كتبه يعني ما كانتش مسدده كما ينبغي. من هذه المسافه خليلون من يقع. الكره للمولوديه طويله، ولكن الدفاع دون علاء. لاعبين يلعبوا باريحيه في دفاع اتحاد العاصمه. حتى الكره من زماموش. إبارة يرتكب الخطأ، ولكن حكم عبيد شارف يخلي مبدأ الأفضلية. الدوش زكريا أين هو؟ هو في الخلف تماما، ويقدم كرة في وضعية صعبة لعمر. ضغط على حمل الكرة كريم، بثلاث لاعبين، ضغط كبير على حمل. عارف اللاعبين، عارفين اللاعبين تاع اتحاد العاصمة أنه في اللاعبين مولودية الجزائر ما عندهمش حلول وناقصين ثقة، وهذا أنه حابين يستفادوا من هذه النقطة. هذه اللاعبين اتحاد العاصمة مولودية بحاجة إلى هجمة، بحاجة إلى انطلاقة، بحاجة إلى فرصة حتى تدخل في المباراة. انطلق من هناك الشوط، ولكن التغطية الدفاعية من دون خطأ من بن يحيى. تبقى الكرة، تبقى الكرة، توزيعها إلى أين؟ إلى الركنية. الكرة الثابتة هي مهمة للمولودية في ظل هذه الظروف، في ظل هذه المعطيات، لأن الحضور الذهني والبدني والتكتيكي أفضل من جانب اتحاد العاصمة في بداية هذه المباراة في 20 دقيقة الأولى. كريم نعرفوا أنه يعني ممكن الكرات الثابتة تصنع الفارق يعني في هذه المباريات. الكرة الثابتة وركنية أيضا للمولودية. هذا هو الدربي، حتى لما تكون في أسوأ حالاتك بإمكانك أن تسجل. أخطر فرصة في المباراة هي للمولودية، وهذه الرأسية التي أخرجت من على خط المرمى سنشاهدها، ولكن بعد هذه الركنية الثانية. والدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل، دفاع اتحاد العاصمة الذي تجنب هدفا أول من المولودية، والضغط يتواصل من جانب عناصر مولودية الجزائر. خلينا يا زيد نشوف اللقطة التي
كانت مثيرة من جانب المولودية. هكذا نفذت الركنية وبن دبكة هو الذي سدد. وليد عرجي من على الخط يخرج الكرة وينقذ ماموش وينقذ اتحاد العاصمة من أول أخطر فرصة للمولودية. من حسن حظه ما خرج من القائمة عرجي، لو خرج مع الكرة كان يكون الهدف الأول. الدربي الاتحاد يسيطر، الاتحاد يحتفظ بالكرة، ولكن المولودية أخطر فرصة في العشرين دقيقة هي لصالع المولودية. الكرة إذا لصالع اتحاد العاصمة. بن يحيى غير مزيان الجهة، يريد الحلول من هناك، ولكن الآن أصبح محاصر، أصبح محاصر من اللاعبين. تسترجع في نهاية المطاف، خطيرة وتمر جانبية، تمر جانبية كادت تغالج شعال الذي يحتج على دفاعه. من غير المعقول طرق كودري يمشي هكذا مترين أو ثلاثة ويسدد هكذا، يقول شعال أخطاء لا تختفر في الدرب الكبير. ريم الكرات الثانية كلها لما تسقط الكرة كلها تكون عند كودري أو بن غيت أو لاعب بودربال أو مزيان، يعني هذا الشيء بالنسبة لمدية الجزائر ارتباك كبير في من ناحية التكتيكية للفريق المولودية، خاصة حتى اللاعبين اللي راهم في الرواق كعروس وبن عروس، لما الكرة تكون على الجهة اليسرى اللاعب بن عروس ما يغلقش يعني المساحة اللي تكون شاغل. بن عروس هو الذي انطلق في هذه الكرة واستفاد من التماس. هل تحركهم الكرة السابقة؟ تحرك عناصر المولودية، تكسبهم الثقة اللازمة. لكن فريق اتحاد العاصمة أكثر حضور وأكثر انضباط في الناحية التكتيكية. الكرة عند نقاش يعتقد بها، يبعد عن عشود وركنية أخرى للمولودية. أو التماس. الإعادة، ماذا أنقذ عرج؟ أنقذ اتحاد العاصمة من الهدف. يعني قراءة ممتازة لهذا اللاعب، ما خرجش مع الكرة في لما مشات الركنية. التمس من عشود على شكل ركنية في القائمة الأول. بن يحيى تعود إلى الاتحاد، خرج من شتة بهدوء. المولودية بدأت تخرج من منطقة التدريج، هكذا يبدأ التكافؤ في هذا الدرب. دربي يكون جميل لما يكون في التكافؤ، خاصة الدقائق الأولى كريم، يعني جس النابض انطلاقة انطلاقة انطلاقة، والدفاع يتدخل. هم شافع وبن يحيى من تدخل في هذه الكرة، رجع المخالفة، جاء المخالفة بعد ذلك على شافع، ولكن المولودية الآن خرجت من منطقتها، تحركت، ويبدو بأن مرحلة الشك انتهت بالنسبة لعناصر المولودية بعد 20 دقيقة. هل أراد الصيفي أن يتفادى هدف من جانب اتحاد العاصمة في الدقائق الأولى؟ هل أراد أن يترك الاتحاد تلعب في البداية وبعد ذلك يخرج؟ هل وهل 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 سنكتشف ذلك في قادم الدقائق. لا كريم، يعني في كما راك تتكلم حسب الطريقة خلى الفريق اتحاد العاصمة يستحوذ على الكرة، ولما يسترجع الكرة يلعب في الهجمات المعاكسة، يستغل سرعة بورديم نقاش وعروسو، حتى عروس اليوم المدافع الأيمن اللي راهو من جهة حشود يعني متقدم، يعني هذو كل لاعبين عندهم سرعة، ممكن لما يسترجعوا الكرة يلعبوا بالهجمات المعاكسة، وهذا اللي رانا نشاهده. يقدم هذه الكرة لعروس من هناك، لكن الدفاع يتخلق في نهاية المطاف. بالغيث يريد أن يصنع الفرق بالمهارة الفردية. الانطلاقة من مزيان، الخطورة صعبة هذه الكرة، صعبة. وليد عرجي ماذا سيفعل؟ أراد بمقى السيارة أن يبدع الخطورة، ولكن وضع التسلل والراية مرفوعة. الخطورة كنت أتحدث عن الخطورة لأن الاتحاد هاجم بخمس لاعبين على مرة وبسرعة. الشيء الممتاز لفريق اتحاد العاصمة لما يكون في 30 متر تشوف سرعة، يعني تشوف الخمس مهاجمين أمام ست مدافعين، يعني هذه التسلل تسديدة اللاعب بن غيت. تكلمنا أنه كريم يعني السرعة لما يكون في 30 متر نشاهدوا سرعة لاعبين تاع بودربال ومزيان، يعني واحد ضد واحد الهجمة يعني الفردية، وهذا أن اتحاد العاصمة يعني تشوف باللي تعليمات المدرب كانت واضحة في هذا المباراة. يقصنا الآن هدف هشام، وقته ينقص هدف اللي يعني رفع نوعا ما من الحماس.
الان وقت لعب على الاقل بعد خمس او مهم لنا نتجاوز 10 دقائق صفر مقابل صفر. مهم نروحوش للشوط هو صفر مقابل صفر. فروجي يبدو لي ماهوش راضي تماما. لا ادري كان يتحدث مع المساعدي على طريقة ما فهمته من الحركة طريقة مشي الكرة بين اللاعبين الكرة والى الركن. تحدث عن الكرة الطويلة ما يحبش الكرة الطويلة. ظن ما يحبش كرة الطويلة لكن لما تشوف عنده لاعب كما قلب هجوم كما إبارة ممكن الكرات العالية وحتى كرات ممكن الكرات العالية ممكن برأسه راح يدير يعني يصنع الفارق مع الدفاع مولودية الجزائر. جريبي في تنفيذ هذه الركنية وجريبية جانبية كنت تتحدث عن إبارة وأول كرة وصلته لم تمر بعيدة على شعال. هكذا نبذ شريفي في القائمة الثاني إبارة يرتقي يسدد وتمر جانبية ودائما بدون مراقبة. شوف كل اللاعبين تاع المولودية واقفين ما يروحوش للكرة. بدأ الهدف يقترب من هذا الطرف أو ذاك وبدأت الجماهير تتحرك فوق المدرجات وتهتز. الدربي فعلا اليوم مفتوح على كل الاحتمالات. البداية كانت مخيفة من جانب الاتحاد بعد ذلك المولودية تسترجع التوازن ليعود التكافؤ إلى هذا الدربي. تمو يرسل ولكن بدون دقة الهدوء من جانب عناصر الاتحاد العاصمة. الزيما مش ينتظر لا يريد الكرة الطويلة التي لا يحبها فروجي لذلك قدمها لي كريم. شوف كل الكرات تحب تمشي على شيتا. شوف شيتا وين موجود يعني خطة تاع شيتا هو اللي يطلع الكرة. مطلوب من طرف لاعبي تاع المولودية انهم يخلوش الكرة الأولى تخرج يعني بسهولة لشيتا. الكرة لاتحاد العاصمة الآن انتشار أفضل من جانب عناصر المولودية في هذه الدقائق. نقاش يريد أن يخطف هذه الكرة من شافعي ولكن أكثر برودة وأكثر هدوء من شافعي الذي اقتنص هذه الكرة والانطلاقة من جانب اتحاد العاصمة. الاعتماد على الأروقة هو سلاحهم والبحث عن إبارة بعد ذلك ولكن الاستماتة الدفاعي من جانب عناصر المولودية. بنغيت يقدم كرة ممتازة الرؤية من بلغيت التوزيعة ولكن يقطعون كل الكرات قبل أن تصل إلى إبارة الخطير صاحب الرباعية إلى حد الآن منذ بداية الموسم. تقلصت المساحات الآن من كلا الجانبين. أصبحت مباراة الحسابات أصبحت معركة في وسط الميدان. فروجي حب يقتل مباراة في البداية صيفي حب يربح الوقت في البداية ما يتلقاش الاهداف الى حد الان خرجت على صيفي كما نقولوا بالعامية. الطريقه ممكن ننجح فيها خاصه في بدايه المباراه. شوف كريم لما تشوف في 29 دقيقه الاولى تحس باللي المدربين كله عارف باللي النقاط القوه تاع كل فريق يعني هي الاروقه. دار بن عروس داروا العروس داروا الشريفي واللاعب بن عروس داروا العرجي. كودري يقدمها لعرجي وليد امام بودربال. بودربال يبحث عن المراوغة ولكن محاصر بلاعبين وعروس امامه ضيع واسترجع اماده. مشكلة المولودية في عكس الهجمة ما عندهمش السرعة ما عندهمش الريتم في عكس الهجمة. الاتحاد لما يصعد الطريقة التحول في الهجمة يتطلب السرعة. اردت ان تصنع الفارق في مباراة مثل هذه. قاش ما تفكش من الكرة ومخالفة في تأخر في إشعال الأضواء الكاشفة. اتحاد العاصمة يطلب إشعال الأضواء الكاشفة. حتى الرؤية الآن بدأت تضغط. حتى الألوان تغير. الآن تشعل بدأت تشعل. تأخرت إدارة المركب في إشعال الأضواء الكاشفة. حتى الأضواء عندها وقتها أيضا حتى تضيء بالشكل التام. تكون الرؤية. تأخر كبير حتى زملاء بالتقرير اشتكوا أيضا حتى تكون الصورة اللي تقدموها لمشاهدينا الكرام أفضل وتليق بهذا الدربي الذي يتابعه
الملايين داخل أرض الوطن والملايين أيضا خارج الوطن. طبعا الديربي يقدم صورة جميلة عن الكرة الجزائرية في كل موسم. صحيح، تشوف يعني المستوى اللي في المدرجات كريم يعني بدون تعليق عالمي، كلها بدون يعني فيها مزايدة. تتنفذ المخالفة من شريفو، لكن دفاع البلودية قلت بأنه تحسن كثير في الدقائق التي تلت، دقائق التوتر الأولى والارتباك. أين ترى كل المساعدة عناصر اتحاد العاصمة؟ مزيان يبحث عن المساعدة ولكن معاصر هرب على الجهة اليسرى وما لقاش العلول، والبلودية تبحث عن أجمل معاكسة عن طريق عشود، ولكن ماذا قال الحكم؟ عودة إلى الخطأ لصالح البلودية، عودة للخطأ، وحشود طلب بالأفضلية. كريم، فيه ضيوف من طراز خاص، فيه سفير الولايات المتحدة الأمريكية رفقة حرمه، وأيضا سفير الشيلي جمهورية الشيلي. الشيلي هو الضيف الجديد، سفير الولايات المتحدة الأمريكية متعود على ذلك. وتأخر وصول سفير السعودية. طبعا نشاهد صور لسلك الدبلوماسي الحاضر هنا في ملعب 5 جويلية. تتنفذ هذه المخالفة وهذه الكرة التي لم تأتي بالجديد. تجاوزنا نصف الساعة الأول. نصف الساعة كان للترقب من جانب المولودية، كان للجرأة الهجومية من الاتحاد. الاتحاد لم يصل إلى مبتغاه في النصف الساعة الأول. المولودية كسبت الريان في الانتظار وعدم تلقي الأهداف في البداية، والساعة التي تبقت تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، لأن هجوم الاتحاد لا يؤتمن صراحة، لا يؤتمن في أي لحظة من اللحظات، قادر أن يفاجئ، ونفس الشيء بالنسبة للمولودية. حتى المولودية كريم يعني يلعب حسب الإمكانية تاعو، الفريق اللي ما راهوش في الفورما، لاعبين يعني كما لاعب دراجة موجود اللي صنع الفارق موجود على كرسي الاحتياط. نظن بداية المباراة قراءة جيدة من طرف المدرب صيفي، يعني ينتظر فريق اتحاد العاصمة، وتكلمنا انه يلعب حسب الإمكانية تاعو. يقولوا الكأس، مباراة الكأس لا تلعب، بعض مباريات الدربي أيضا لا تلعب. فندم كاليتي لقى كثر الدربي، رجع له المخالف، هل كثر أم أنه ما لقاش الحلول؟ حتى دفاع الاتحاد تحسن كثير مقارنة ببداية الموسم. بدا شافعي وبن يحيى يلقاو المعالم، لأنه في البداية يعني ذهاب عبد اللوي إلى سويسرا، يعني الانسجام بين شافعي وبن يحيى كان طلب وقت، ونظن دوكا رانا نشوفوا أنه كاين يعني انسجام في بين الدفاع، خاصة أنه شريفي والمباراة الأخيرة مع عاجي كمدافعين من في مكان اليوم، يعني مفتاح تيكون لي غايب ومؤثر. صعب عودة مفتاح في ظل مستوى عرجي. للأمانة فكرة عرجي ظهير أيمن هي فكرة صرار، يعني وحتى تشوف لعب رواق ينجم يلعب، يعني ما فيه مشكلة. هل هو ديونغ الذي يحضر إيشان؟ نعم، ديونغ من يحضر، لكن مستبعد دخوله في بداية الشوط الأول لأنه من الجانب البدني ليس جاهزا. يعني المعركة الآن ستكون معركة وسط الميدان، يريد لاعب يغلق حار، لاعب قوي في الاحتكاكات، قوي في الصراعات، وهو مميزات كريم. ثلاث حمامات أراها الآن، أربعة، هل نشاهد أربعة أهداف؟ يطلق أربع حمامات هكذا، إن شاء الله شاهدوا أربعة أهداف. لما شاهدوا أربعة يعني 2-2-3-1 تبقى كل الاحتمالات ثلاث حمامات وحمامات سلام أيضا. طبعا إن شاء الله روح رياضية كبيرة. طبعا الضغط لما يكون رهيب ينسك في أشياء كثيرة. وحتى كريم ديانج حتى تشوف اللاعب ديانج كريم راجع من الإصابة، ممكن واجد إلا على 45 دقيقة. طبعا مباراة أتوقعها مختلفة في الشوط الثاني، هيكون صراعات كبيرة، كل مدرب يخبي أوراقه، ممكن اللياقة البدنية هي اللي راح تصنع الفارق في الشوط الثاني، خاصة أنه الملعب راهو نوعا ما ثقيل، يعني اللاعبين يبذلوا عدة مجهودات. صعب من مهمة اللاعبين. جمهور الاتحاد على الصورة يستمتع بالديربي، هاي الأشياء الجميلة، يعيشون يتفاعلون صراحة. يجدون متعتهم في منعرجهم الشمالي ونفس الشيء في المنعرج الجنوبي. انصار المولودية يقولون هذا ديربي الانصار،
الدربي المتعة فوق المدرجات. ماذا سيقول رفيق؟ رفيق 35 دقيقة بديتوها كما حبيتوا انتم كما خططتم. كما خططنا اليوم مورانا 0-0 دونك نزيدوا كما قلت نص ساعة الأولى الأهم ما تقبلش أهداف ومن بعد دوك ربع ساعة ديال اللقاء دوك هنا وين نبداو نلعبوا بلوس ديفونسيف إيفوز يعني ديفونسيف رانا بيان أون بلاس بار مومون ما بقاوش ما لقيناش تما لي بلاسمون تاع سالتا جوار مي جو بونس دوكا نبداو يدخلوا في الماتش بيان كوم إيفو يا لي سونسيال كان كاو ثابتو والحارس سيماموش في المكان المناسب. عفوا هذا معليش معليش لم نكن مخطئين هشام في قراءتنا وتصورنا لما راينا تشكيله شي واضح كريم شي واضح يعني تشوف الفريق مدريد الجزائر بهذاك الطريقه. اذا صيف انتظر نصف ساعه ماذا سيحضر؟ هل سنشاهد مباراه اخرى مفتوحه من كلا الجانبين؟ هذا ما نريده، نريد ان تكون المتعه من كلا الجانبين بجرأة هجومية من الاتحاد وجرأة هجومية من المولودية. يملكون كل الإمكانيات من أجل أن نستمتع بأهداف في قادم الدقائق، على الأقل هدف في هذا الشوط الأول حتى يكون الشوط الثاني أكثر متعة. شيتا هو من طلق لمزيان، مزيان لم يتمكن من الكرة، نقاش وعيد معزول أمام 8 مدافعين و8 لاعبين لا يتمكن من المرور. عرجي وليد لمزيان الان ماذا يفعل وراه ويستفيد من المنقلبه. المهاره الفرديه عند مزيان لما يجد المساحه مزيان صعب جدا يقابل. شوف الطريقه اللي يلعب بها، الطريقه اللي تفكرني بمزيان اخر ولكن مزيان مولودية وهران. مزيان مراد. مراد هكذا يلعب. الطريقه اللي يوقف بها يعني طريقه الجري صراحه صح. نفس الطريقه صح. لو تشوف حتى الفريق لا علاقه بينهم حتى من الناحيه التقنيه كان لاعب يعني مستوى عالي لاعب مزيان مراد. نحيي بالمناسبه الكره اذا لمزيان الذي نراه الان على الصوره يفكر يركز. يبحثون ويبحث الاتحاد عن الحلول في 9 دقائق المتبقيه من هذا الشوط الاول. شوط اول كان للحسابات، كره خطيره من المولوديه واخرى من الاتحاد تتعالى الصيحات. من تدخل هناك هو أمض ولكن خطر الاتحاد يتواصل وسال بين احضان الحارس شعال سيرسلها طويله اماميه ناحيه نقاش يطلبها ولكن كودري هو الذي يقطع الى التماس. بدات المولوديه تخرج من المنطقه، بدات المولوديه تتحرك تبحث عن الجرأة الهجوميه في هذه اللحظات. ولما تواجه المولوديه تكون المساحات للاتحاد وتكون المساحات للمولوديه ايضا. وهذا المطلوب من طرف المولوديه لما يستلم الكره شعال لازم يلعب الكرات الطويله وليس الكرات الشاد. 5-6 لاعبين في منطقه الاتحاد تغيرت المعطيات تماما في العادة التكافؤ في هذا الدربي. بعد 20 دقيقة أولى كانت في اتجاه واحد، في اتجاه تعاد العاصمة. من يستلم الكرة؟ هو بورتيت الوسط يبحث عن الحلول، يبحث عن الكرات القصيرة مع الدبكة الذي يستفيد من المخالفة. الآن عرس المولودية تسرع في تنفيذ الأخطاء ولكن تسرع بالدبكة دي عادة الخطأ المرتكب من شيتا. تتحول إلى هجمة معاكسة سريعة من جانب اتحاد العاصمة. انطلق الاتحاد عن طريق بودربال. ماذا يقول عبيد شرف؟ يقول لا ضربة جزاء، لا ضربة جزاء. بندغيث يكاد يصاب بالجنون، بودربال يقول ضربة جزاء وشافعي يقول أيضا. فماذا تقول الإعادة يا زيد يا بلكوت؟ ماذا تقول الإعادة؟ الإعادة من مختلف الزوايا، تكلمت الصورة وتكلمت الإعادة. ونترك الكلام بعد دقائق لعبد الرزاق حلالجي، سيكون الحديث هنا عن اللمس والدفع وماذا يقول القانون. أو لمس أو دفع هي ضربة جزاء أم لا؟ لك الكلام يا عبد الرزاق يا حلالجي. ما بين الشوطين بدأت التفاصيل المثيرة في هذه المباراة والركنية الاتحاد العاصمة تتنفذ والدفاع يقصها في القائم الأول. بنغيث في التغطية ممتاز، رائع بنغيث كيف وقف الكرة وكيف احتفظ بها وكيف لم يضيعها. الكرة الاتحاد العاصمة دائما
وليد عرجي أمام مزيان. وليد ماذا يفعل وليد؟ يقدمها لمزيان. هنا الخطورة، هنا الصعوبة. مزيان والدفاع، والدفاع، دفاع المولودية أصبح متوازنا، أصبح مركز كما ينبغي في محور الدفاع، لا يتركون فرصة لإبرة حتى يتنفس. إلى حد الآن شيت مهندس الهجمات بالنسبة لاتحاد العاصمة من الخلف. هنا نقطة قوة الاتحاد بهذه الكرات، ولكن دفاع المولودية واقف كما ينبغي. تغيرت المولودية دفاعيا الآن بعد نصف ساعة. بدأ الدربي بالنسبة للمولودية، بدأ الدربي الحقيقي بالنسبة للمولودية. حتى من ناحية يعني غلق المساحات بدأ فريق المولودية يعني ما يخليش مساحات كبيرة للاتحاد العاصمة، لكن حذار اتحاد العاصمة يعني راهو حاضر يعني في كل الكرات، يعني حتى في الهجمات المعاكسة شاهدنا واحد ضد واحد لاعبين ليأخذوا المسؤولية، ونظن راح يكون عيب كبير على دفاع المولودية في هذا المباراة. تمو في تنفيذ هذه الكرة الثابتة، عبيد شارب ستسلط عليه الأضواء ما بين الشوطين. الكرة إذن طويلة، ضيع 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 من جانب عروس اتحاد العاصمة. بن عروس أيضا يضيعها، تتحول إلى هجمة معاكسة، الهجمات المعاكسة. الاتحاد أسرع والإندار لعروس، عروس الذي ذكاء تكتيكي، خطأ تكتيكي تكتيكي. أنا لو تشوف الكرة كانت عنده أنا عمل مع شيتا، مع شيتا. شيتا لما يعكس لك الهجمة من الخلف تأتي الخطورة، وهو الذي تربى وترعرع في بيت المولودية. التدخل واضح منه، وصل متأخر أيضا. حل وعيد لقفة الهجمة المعاكسة. شوف يعني خطأين، الكرة كانت عنده، ضيع الكرة وبعد دار الخطأ على الشيتا لاعب إسلام عروس. الكرة الأخيرة في هذا الشوط الأول، صفر مقابل صفر، ولكن الكثير من الإثارة. دفاع المولودية وقف كما قلت. أمضى لبن دبكة، بن دبكة يراوغ، يمر من الأول ويستفيد من المخالفة في الثاني، مراوغة الثانية. هاي لعادة راوغ، الخطأ واضح من كودري، أيضا خطأ ذكي حتى لا يتم عكس الهجمة بسرعة. بورديم لبن عروس من هناك، الانطلاقة، الانطلاقة الخطيرة من جانب عناصر المولودية، تسديدة بعيدة. كان بإمكانه يعني يدير تمريرة للعروس يعني. وقف صيفي لأنه شعر بأن الكرة فيها الإمكانية، ولكن كان أنانيا بن عروس في هذه الكرة. كان بإمكانه تمرير الكرة، كان عنده حلول الجهة اليسرى ويروح يعني للاستقبال. تحرك الدربي في انتظار الأهداف. كريم شوف التمركز تاع لاعبين الاتحاد، شوف المثلثات تاع لاعبين الاتحاد العاصمه، شوف طويله طويله هذه الكره، دعيه مزيان، التغطيه الدفاعيه والى التماس. ماس الاتحاد العاصمه، تشوف ان تشوف هذا، تحس بلي ان المدافع ناقص ثقه من في هذه الكره هذه. دمو انا في مكان خرج ما نغامرش، لا يعني لو مزيان ومعك في انا بعد هذه الكوره والى الركنيه. كريم لاعب اللي عنده ثقه، الكوره هذه ما ترمش حتى حدوش حتى حدوش ردت فعله كانت غريبه يعني، لماذا اخرجت، لماذا اخرجت صح. ولكن انا قلت انا مزيان بخطورته في ديربي قبل سرعته بسرعته ما نغامرش في مبدا السنة. أنا نتفق مع دمو في هذه الكرة، نخلي زملائنا في البلاطو أيضا التقنيين ربما عندهم كلام آخر. المهم ركنية لاتحاد العاصمة، والدفاع تفوق عناصر المولودية في كل الكرة العالية الثابتة لحد الآن. هجمة معاكسة سريعة لصنع المولودية مع بوردي من هناك، بوردي ما عنده المساعة، بوردي يواصل يتوغل بوردي. ياي ماذا حدث في هذه الكرة؟ فرصة مثالية لبورديم ونقاش، وسوء تفاهم في لحظة كان فيها دفاع اتحاد العاصمة غير مركز. كانت كرة ممتازة كريم، يعني كانت ما فهموش نقاش، ما عرفش، كان سوء تفاهم مع نقاش، لكن كرة بينية من بورديم كان فيها الذكاء. ركز معاه نقاش كان يخرج وجه لوجه نقاش. تسترجع الكرة من جانب عناصر المولودية، لكن للحظات لأن أبو دربال كان في المكان المناسب. بن غيث أمام وليد عرجي، بن غيث أمام مزيان، يفضي الكودري. قوة من سمعناها من فرحة التعليق.
هذا هو الدربي بالحرارة. تكلمنا أنه الصراعات ستكون أقوى في الشوط الثاني. شوف زوج خطوط على الفريق المولودية كريم، لما الكرة تكون عن فريق الاتحاد العاصمة تغيرت المعطيات تماما. شوط تقسمه على اثنين، دقيقة واحدة تضاف، مباراة ما توقفش كريم. إذا دقيقة أخيرة وانطلاقة للاتحاد العاصمة. بنغيد والمقالبة الحكم يخلي مبدأ نظرية ثم يعود إلى الخطأ، يخليها ويعدل على المخالفة الثانية. ركنية وليس مخالفة، ركنية للاتحاد، خلى مبدا الافضلية ولكن كان فيها خطأ على بنغيد. والله هنا تحكيم ممتاز من طرف عبد الشافي، يعني خلى في زوج يعني لقطات خلى مبدا الافضلية. يعني شوف أو يعني يتكلم مع بودربرق مونديالي عبد النور، كله حذاري من تمويه. شاهدوا اذا كان فيه تمويه عامة. هنا اللقطة الأولى اللي كانت فيه مخالفة، خلى اللاعب يتواصل، كان هنا مخالفة ثانية على عبارة وخلى الثالثة. شوف لا هنا ما فيش مخالفة، هنا فيها ركنية الأخيرة في الشوط الأول بين المولودية والاتحاد في ملعب 5 جويلية. آخر فرصة في هذا الشوط الأول، شوط أول يحبس الأنفاس، وسيكون الشوط الثاني حتما مجنون. تنفيذ الركنية والدفاع، الاتحاد لازم يغير طريقة التنفيذ ولا الركنية. شوط أول ينتهي بتعادل متكافئ. فندبكة إذن والخطأ المرتكب على فندبكة بعد محاولة الاتحاد العاصمة. الشوط الثاني من المرتقب ان يكون اكثر تكافؤ، عزي هو الذي سينفذ المخالفه طويله. العروس لم يتمكن منها، التغطيه الدفاعيه من عرج الخطا، الخطا من بندبكه والمخالفه لصالح بنغيث. اعتقد وليد درار جاي شامي وحذر. الورقه القادمه حتما للمنوفي درار جناح، يعني ممكن راح يكون يعني في العشر دقائق الاولى تاع الشوط الثاني ممكن يكون تغيير دخول دراجة لانعاشنا نوعا ما، خاصه من ناحيه النشاط الهجومي. جانب الاتحاد ولا لاعب يحضر، راضي على الاسماء التي اختارها المدرب فروجي. تقص من بودربالت الوسط كودري حمزه، العوده الى الخلف الى عرجي وليد. من هناك الانطلاق، الحكم ماذا يقول؟ يقول خطا لصالح اتحاد العاصمه ولصالح حمزه كودري. سيكون شوط ثاني مفتوح في كلا الجانبين، اتحاد كودريك بانه قادر على الفوز والمولوديه بعد مره الدقيقه الاولى والعشرين دقيقه الاولى واسترجع التوازن يؤمن بالفوز في هذا الدربي. تعليمات صيفي، المبادره الى الهجوم، سنهاجم في الشوط الثاني، بينما فروجي ضبط امور لاعبيه ما بين الشوطين. وممكن كريم اعطاهم الوصفه للوصول الى بين قوسين الى شباك عالي. كل مدرب كانت عنده نظره في الشوط الاول، ممكن النصائح والتعليمات في هذا الشوط، او يعني اللي عنده البنك الاحتياط للاعبين اللي يدخلوا هم ممكن يصنعوا الفارق. الكره الثابته اذا لصالح فريق اتحاد العاصمه ولصالح مزيان. تتنفذ عالية إلى أين؟ إلى ضربة مرمى لصالح المولودية. 0-0، شوط أول كان بسيناريو أول وثاني، ولكن في نهاية المطاف افترق الفريقان على التعادل السلبي 0-0. محمد الأنيسي ماموش يرسل الكرة طويلة ناحية إبارة في هذا الصراع مع عزي. عبد الرحمن عشود لم يصعد كثيرا، عشود لأنه في الرواق هناك من لا يجبرك، هناك من يجبرك على البقاء في الخلف بكل بساطة. صحيح، يعني كل يعني نظن بلي تعليمات حتى تاع صيفي انه حتى حشود ما يصعدش كثير لانه عنده لاعبين سريعين لو يجي على الجهه اليسرى مزيان او يجي بودربال. وشاهدنا في الشوط الاول انه لما يكونوا بالكره واحد ضد واحد اللاعبين سريعين وينجموا يصنعوا الفارق وتكون خطوره على الدفاع المولودي.
فيراجا سيدخل مكان عفوا كريم مكان بن عروس رقم 26. متوقع هذا متوقع هذا التغيير. بن عروس لم يعطي تلك الإضافة اللازمة في مباريات من هذا النوع، تحتاج إلى لاعب خبرة، لاعب عنده الحيلة. بن عروس لمن لا يعرفه رقي من صنف الأمان، بقي في المولودية في آخر لحظات، كان قريبا من انضمام الاتحاد الحرش. وانطلاقة ولكن الدفاع اقطعها شافعي في نهاية المطاف. الاتحاد يحافظ على الهدوء في بداية هذا الشوط الثاني. مزيان في انطلاقة، مزيان يتوغل، يواصل مزيان، خطيرة الصعوبة، يحتفل بالكرة، يجد الحل مع شريفي من هناك، التوزيع ودفاع المولودية يقطع هذه الكرة، كل الكرات والتوزيعات العرضية تجد محور دفاع المولودية حاضر وشعال. كسب الثقة منذ اللقطة الأولى والكرة الساخنة الأولى خلته يدخل في المباراة كما ينبغي. هل سيكون دخول درارجة إضافة إلى نقاش؟ إضافة، وممكن من ناحية سيستم كريم يتغير السيستم تاع المولودية، ممكن يرجع الجهة اليسرى ويرجع يلعب 4-2-3-1 الفريق المولودي. الآن عناصر المولودية تضغط على حامل الكرة في منطقتي، تغير السيناريو وتغيرت المعطيات. احتفاظ بالكرة من بورديم، لعبها مع عروس من هناك لأمضى. اكتسبت المولودية الثقة في بداية هذا الشوط. الآن بن عروس، بن عروس التوزيع، لكن التوزيعات لا تجدي نفع في الكثير من الأحيان، لا من الاتحاد ولا من المولودية، لأن سواء دم وعزي أو شافعي وابن إحياء الكل حاضر بتركيز كبير في محور الدفاع. أمضى لبورديم في الوسط، لم يجد الحل لأنه عناصر اتحاد العاصمة الكل في الخلف. الآن عزي حامل الكرة يجد صعوبة، لم تصل إلى وصل الطلبة، يعود إلى الخلف، خطأ من جلب عناصر المولودية. إبارة إبارة إبارة، ولكن مخالفة. الحد الحل الوحيد لإيقاف هذا القطار سريع لما يظهر، لم يكن لديك خيار آخر يا دمو، لأنه لو مر كان يكون ممكن يكون يعني يخرج يروح وحده حتى يعني وجهني. وهنا تشوف البطاقة مستحقة، البطاقة الثانية للمولودية. في بعض الأحيان لا خيار لك. أكيد. هذا هو درارجة وليد الذي سيدخل في هذا الشوط الثاني لإعطاء نفس إضافي لهجوم المولودية في مكان بن عروس. قدم عليه شاب يكتشف أجواء الدربي، ولكن عنده إمكانيات. التربيات عادة ما يحسبها أصحاب الخبرة، أصحاب الخبرة والتجربة. هي هكذا، مباريات تختلف عن كل المباريات، نسينا كل الفروقات الموجودة في الترتيب، في الأرقام، في المعطيات. هذه الكرة، الصراع كبير في وسط الميدان، بندب كيضيع والآخر حامل الكرة يجد صعوبة. ضغط كبير على الضغط العالي من طرف الاتحاد العاصمة من كلا الفريقين، من كلا الفريقين. وانطلاق الأليسر على المولودية، العودة للخلف من عشود، احتفاظ بالكرة، أكبر أكثر ثقة الآن. خطيرة الكرة لعبد الرحمن عشود، عشود التوزيع والدفاع يتدخل والمخالفة لصالح الاتحاد. رجا وليد يقول لا خطأ، أول مرة عشود يوزع في هذه المباراة حتى نفهم قيمة الحسابات الموجودة على الأروقة والأجنحة في هذه المباراة. صيفي يحتاج يقول ليس هناك خطأ. هذا قريبا جدا عبي جاري. شاهدوا الصورة البعادة سويا. هنا لا يظهر خطأ، يلعب الكرة عادي. ما كان قبل ذلك شيء، ما قبل ذلك لابن يحيى. الكرة يصل الاتحاد العاصمة لمزيان، مزيان محاصر، محاصر بأربع لاعبين، حتى المساحات خلقوا كل المنافذ عناصر مولودية الجزائر منذ الدقيقة 25. والمخالفة لصالح الاتحاد العاصمة، عروس يحتج في المخالفة. هاي الإعادة للصورة، اللقطة عفوا، في المخالفة، المخالفة واضحة. شارف قريب من هذه اللقطة، تمول يتلقى منذ لحظات إنذار. عندك
كاروس وعندك دمو اللي تلقاو الإندارات، طبعا الإندارات مهمة في الدقائق القادمة. 54 دقيقة قادمها بأي سيناريو، لحد الآن ولا فرصة في العشر دقائق الأولى من هذا الشوط الثاني، لا من الاتحاد ولا من المولودية. الكرة الثابتة للاتحاد من مزيان، مزيان ينفذ عالية وسهلة بالنسبة لشاعر. شوف الكرة الطويلة والهجمة المعاكسة وإلى ناحية نقاش في ظروف صعبة، ليس مثل ما أراد نقاش في الهجوم. شوف كريم، شيل في هذه الخطة ولا في الاستراتيجية أنه تلعب بالهجمة المعاكسة، لازم الكرة اللي تخرج من الوراء تكون يعني كرة سليمة ودقيقة، وهذا اللي ماهوش موجود عند الحارس شعال أو الدفاع الفريق المولودية. الكرة لصالح اتحاد العاصمة، شافعي بن يحيى، خوف، ترقب، انتظار، انتظار الأخطاء هذا الجانب أو ذاك، وخطا على كودري. كثرة الأخطاء طبيعي جدا، الصراعات الثنائية لم يكسب الوسط يكسب المباراة، استعمل كل شيء هنا أمام لإشقاط كودري وعرقلت هذه الهجمة لصالح اتحاد العاصمة. وشيتا ينفذ الخطأ، شريفي الاحتفاظ بالكرة، العودة إلى الخلف، تراجع يضغط، إخراج الكرة بسلاسة وليونة، جانب عناصر اتحاد العاصمة، دوش زكريا هو الذي تدخل في هذه الكرة، وأخرج إلى التماس، وليد عرجي نفذ التماس، تنغيث المهاري، دفاع المولودية يتفوق عكس الهجمة، أمضى يبحث عن الحلول السريعة. والهجمة بالسرعة اللازمة من بندبكا، يخترق بندبكا، يواصل، بدأ يصعد حشود الآن، التوزيع كل التوزيعات العالية لم تأتي بجديد من كلا الجانبين، عز يقطع الكرة في الوقت المناسب، أحسن ما فعل بالنسبة لدفاع المولودية. صيفي الآن مرتاح، بدأ يعود لتعود لديه الثقة، تعود لي الثقة، وحتى من ظن الفهم انه التعليمات وانه مطبقة مطبقة على اللاعب مرتاح الجانب، حتى المساحات ماهوش موجودين كما الشوط الاول. وانطلاقة من بودربال، محاولت اضافة التفوق العددي طويلة ناحية القاش بهدوء كبير جدا. شمال الكرة في الوسط بين عناصر المولودية، شريفي الآن حصل من تحت دوش زكريا، الخطأ والمخالفة، كثرة الأخطاء في بداية هذا الشوط الثاني. هل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، عاصفة الدقائق الأخيرة وربع الساعة ولا شيء الدقيقة الأخيرة من هذه المباراة، حتى من ناحية الريتم كريم نقص الريتم لما نقارنه مع الشوط الأول. هذا هو الريتم اللي يخوف، ريتم اللي يخوف، ولكن فيه وعليه في هذا اللعبة. شوف كثرة المخالفات بدأت نوعا ما النرفزة من طرف المولودية، وهذا شيء لأن المولودية ما نمشي يحتفظوا بالكرة، يعني يضيعوا الكرات بسرعة فائقة عكس فريق اتحاد العاصمة راه يتقدم نوعا ما، ممكن سرعة متكاتفة، لكن ممكن الضربات هذه يعني المخالفات بدأت تتقدم، وهذا الشيء راح يكون يعكس على الفريق المولودية. الخطأ المرتكب على كودري والكرة الثابتة، لحد الآن الكرة الثابتة غير مستغلة من كلا الجانبين وما فيش تنويع، كل الكرة العالية تجد إما دمه وعزي أو شافعي أو بن يحيى، عالية هذه الكرة كالعادة نفس السيناريو تكرر على الاتحاد وعلى المولودية بإيجاد حل آخر لهذه الكرة الثابتة. زيماموش في منصب الليبيرو، كرة على إبارة إلى إبارة، ضغط من مزيان والمخالفة، مخالفة لدفاع المولودية،
الآن الخوف من كلا الجانبين، خوف من الاتحاد وخوف من المولودية. ولو أن التعادل في هذه الظروف وفي هذه المعطيات هو في صالح المولودية أكثر من مما هو في صالح الاتحاد. أكيد. تسأل قناص المولودية قبل المباراة، كل تتعادل المولودية يفرح يعني. أكيد. نظر إلى كل ما حدث في المدة فريق الأخيرة. فريق اللي ناقص ثقة والنتائج ما كاينش نتائج. انطلاقة، انطلاقة توسيع لإبارة وشعال حاضر في هذه المباراة. المخالفة، المخالفة لشعال بعد هذا الاحتكاك. الحكم عبيد شارف أعلن عن المخالفة لصالح الحارس شعال الساقط على أرضية الميدان. سنشاهد الإعادة بعد لحظات لنرى هل فيه لمس إبارة للحارس أم لا. انطلق حمزة البدري، وزع الكرة، ربما سقوطها أيضا. لا كان فيه لمس إبارة وبعد ذلك سقط. شوف لا كان احتكاك وسقوطه أيضا. هذا السقوط يأثر عليك في الكرة. أي شيء أقرب للغم من اللقطة الصورة. السقوط وفيه احتكاك بين رجل قدم قدمين. هنا نشوف كان الاحتكاك. أنا عبدون نشوف احتكاك. كان الاحتكاك بعد ذلك سقوطه. هنا. هنا في احتكاك. ها. فيه مخالفة. قدم. فيه القدم. قدم إبارة بقدم. هذا غير متعمد لك. ما لازمش لا لكن فيه مخالفة. ما لازمش نسرف. واضح المخالفة. حتى احنا عندنا جزئيات في هذه المباراة. ننقل الصورة بحيثيتها. دون طبعا ان نغفل اي جزئيه من الجزئيات. هذا جانب من المناصرين، هناك حتى من يحتفظ بصور ولكن يريدون صور الاهداف. سجل هدف وهدفين في هذه المباراه، الاجواء ستكون خياليه. هذا ما ينقصنا في هذا الديربي بالصراعات وبهذه الحسابات، بتلقى النرفزه بين كل اللاعبين في خشونه. في اطار محدود، في اطار محدود يعني لغه العامه الصبال. كريم حاجه لازم نتكلموها، انه اللاعب كودري راه يقدم في مباراه كبيره يعني رجع للمنافسه. لاعب اللي راه يمشي في الوسط الميدان، اللي يمشي دائما بالكره للامام ويستغل المخالفات. لاعب اللي رجع يعني في المستوى اللي عودنا عليه اللاعب كودري، عائد بعد عقوب الثمن مباريات. المباريات الافريقيه خدمته كثيرا، ظلنا يقدم في مباراه ممتازه. نحس غياب بالخماسه. تنفذ المخالفه وكالعاده كالعادة. لا أدري لماذا لم يتفطن يا هشام فروجي أو صيفي لهذه الكرة الثابتة منذ بداية المباراة. كل الكرات، كل المخالفات تنفذ بهذه الطريقة من كلا الجانبين من دون أي فائدة للفريقين صراحة. وكريم ولماذا ما فيش تنويع يعني الكرة يلعبوا على اثنين؟ هذا هو السؤال. شاف اللي الدفاع كل الكرات الدفاع الفريق المولودية خلاته أو دفاع فريق الاتحاد. لماذا الكرات لما يكونوا على الأطراف ما فيش تنويع بين المهاجم اللي يكون الإجابة. هذا هو المشكلة. الكرة لصالح المولودية، مستعد منه استرجع بن غيث بين ما وجدوش المساحة. خرج بالكرة. كرة مباراة فعلا بسيناريو آخر غير متوقع تماما. حتى من ناحية توقعنا اللعب مفتوح، تعودنا كنا نتوقع المزيد من الإثارة، ولكن يبدو أن الحسابات الآن بدأت وبدأت مبكرا في هذا الشوط الثاني. الفريق يريد أن يخسر هذا الديربي. كريم الكرة إذا في الوسط لصالح بن دبكة. بن دبكة العودة إلى الخلف، انتظار حامل الكرة يجد الصعوبة لأن كل عناصر الاتحاد منتشرين في الخلف. يصعد عزي من أجل المساندة، حشود يطلبها، وجد عروس أمامه، التوزيعة، الكرة لصالح بن دبكة. بن دبكة العودة إلى الخلف، هل هو التسديد؟ هل هي المراوغة؟ بل هي كرة ضائعة والمخالفة للمولودية.
المخالفة للمولودية، أول مخالفة للمولودية في هذا المكان مقابل المرمى، المكان الذي يحبه كثيرا عبد الرحمن عاشوت وكذلك وليد درارجة. لذلك هذا الاحتجاج من عناصر اتحاد العاصمة لأن يدركون بأن الكرة في مكان خطير. هاي الإعادة، هنا لا خطأ وهنا الخطأ موجود من كدري بن شارب، كان قريبا من اللقطة. عاشوت عنده الكرة، سيحضر نفسه كريم وبعيد على بعد بعيدة شوية، بعيدة شوية لكن نظن بطاقة صفراء كدري. كدري حمزة عنده البطاقة الصفراء فعلا. هذه الآن ثلاث بطاقات، عروس وكذلك دمو، والآن كدري تحتاج إلى قوة كبيرة. أين فيه مخالفة؟ لقد تلعب على مرتين، لن لا أتوقع أن تكون مباشرة حتى وإن ركز عاشوت هكذا. عاشوت أو بوردين معروف بعيد على بوردين، بوردين يحبها قريبة وبالترتيب بالداخل يستعمل القادم. يستعمل القوة، وهذه الكرة تحتاج القوة، لما لا؟ يحاول عاشوت من هنا هكذا يفكر يسدد ولكن بدون تركيز، حتى المكان كان بعيد بعيدة، لم نشاهد تسديدات من بعيد لهذه المباراة. نخيب بن موسى الذي عودنا على كرات ثابتة دقيقة مليمترية وتسديدات قوية من جانب اتحاد العاصمة. الحين أنا عاشوت لم تتح له الفرصة كثيرا، لم يصعد ولم تكن هناك مخالفات بالقرب من منطقة العمل، وهنا تفهم تركيز عناصر اتحاد العاصمة بعدم ارتكاب الأخطأ بالمقرب بالقرب من منطقة العمل. لا فرص في هذا الشوط الثاني، الصراعات تغت على كل شيء، والانطلاقة من قبل اتحاد العاصمة محاولت بناء الهجمة ولكن المساحات قليلة والصراعات كما هي كثيرة ومعقدة في هذه المباراة. تتوالى الأخطاء إلى حد الآن والمتعة متواصلة فوق المدرجات. هذا هو المنعرج الشمالي لملعب خمسة جوليا، فيها الكثير من الحكايات لأنصار اتحاد العاصمة. وفي الجهة المقابلة المنعرج الجنوبي فيه حكاية والحكاية لأنصار المولودية، وفوق أرضية الميدان لا حكاية تكتب لحد الآن سوى هذه التدخلات وهذه الصراعات وهذه الاحتكاكات وهذه الاحتجاجات. في انتظار الإبداع فوق أرضية الميدان، إبداع طال انتظاره بعد 67 دقيقة من بداية المباراة. بنعيد تسد الكرة، الانطلاقة من مزيان خلف واضعة، وصلت متأخرا يا دمو. عنده بطاقة كريم، هل كان يستوجب التدخل بطاقة صفراء؟ وصلت متأخر، خطأ ما كانش متعمد، ربما هذا الشيء يخلي يدخلها الحكم في الحسابات. كل لاعبي تاع المولودية موجودين في الكل يركز من على المدرجات، هل هي نظرات الترقب، هل هي نظرات التوتر، هل هي نظرات الخوف او نظرات الامل مع هذه الكرة، الكرة الثابتة. مزيان كيف سينفذها مزيان؟ حتى كريم هل سيبحث عن الزاوية البعيدة للحارس شعال؟ حتى في الكرة الثانية حذاري من لاعبي تاع الاتحاد العاصمة، لأن كل لاعبي المولودية موجودين داخل 18 متر. الكرة إذا لصالح مزيان، مزيان دفاع المولودية يبقى واقف وقوي وحاضر في كل الكرة العالية، الهجمة المعاكسة سريعة، نقاش درارجة أمضى، نقاش درارجة أمضى، ولكن أي خروج، أي خروج من كودري، أنقى
انقذ الاتحاد من هجمة معاكسة سريعة كانت خاطفة، كانت فرصة واعدة ولكن من دون خطا درجة. وتحركت الجماهير فوق المدرجات، جماهير البلودية هكذا كانت. اي يا هذا التدخل من كودري كان بالمليمتر. التايمينغ كان مميز. وانا كريم شوف التجربه لما شاف قراءه اللاعب، ما راح ما حبش يروحها في البدايه، لكن لما سبق الكره اللاعب نقاش قرا اللاعب. يعني هنا تحس تجربه اللاعب كودري اللي صنعت الفارق في هذه اللقطه، يعني كان قص يعني هجمه معاكسه بمعنى الكلمه. والمتعه تزداد فوق مدرجات ملعب 5 جويلية الاولمبي. يلا يا لاعبين فوق ارضية الميدان، حرام اننا لا نستمتع بالمتعة. الالاف جاءوا من اجلكم، يشعلون الان الانوار فوق المدرجات. نريد ان تشتعل المباراة على الاقل في العشرين دقيقة الاخيرة. خطيرة خطيرة ايبارا ايبارا، ولا زالت القدرة للاتحاد العاصمة في هذه الفرصة، في هذه اللقطة، في هذه التوزيعة، ولكن مرت بعيدة على مزيان وخرجت الى التماس. قلت حان الوقت على الاقل ان لا تخيبوا امال هؤلاء الذين جاءوا من كل مكان، رسالتهم جاءت بالاضواء. وتبي ورقه مكان الآن. بورديم بورديم وبن موسى ايضا سيكون البديل من جانب الاتحاد. بن موسى للكره الثابته هشام، كنا نتحدثوا عليه بوقت فراغ، لانه بن موسى ونذكره نهائي كاس الجمهوريه الهدف الوحيد من سجله. طبعا سيكون مكان بودربال، بودربال صاحب اخر هدف، وبن موسى صاحب الهدف في اخر نهائي بين الفريقين بلغه الاتحاد. هاي الاعاده لانطلاقه ايبارا، رايح الدوش من الاصطدام بين عرجي وإبارة. وإلا حتى الفتحة تاع عرجي كانت ممتازة، لو غلق في القائم الثاني كانت بإمكانه يجيب فجأة. على الأجواء في ملعب 5 جويلية، على الأجواء حرام أنه ما تكتبوناش أداء يليق، ما يكونش أهداف، ما يكونش أهداف في هذه المباراة. عشرين دقيقة الأخيرة، هيا هكذا، هيا هكذا الأجواء. كريم بن موسى قد تكون له لمسة في هذه المباراة، لأنه كان يعاني من مشاكل خاصة عائلية، عاد في هذا الأسبوع المنتهي وعاد برد فعل سيكون جميل، هكذا قال في مباراة الدربي إذا لعب. عنده 20 دقيقة يكون على الجهة بعد اليسرى بعد أدائه في مباراة مصر الأخير. كريم راح مزيان يمشي على الجهة اليمنى، وبن موسى يكون متقدم مع اللاعب شريف على الجهة اليسرى. الخطة التكتيكية والأوراق الرابعة الآن من كلا الجانبين. الكرة إذن ممكن الاحتياطيين يصنعوا الفرق. كريم بهذا المعطيات اللي سجل يفوز، خليناش نسرعوا أن نقولوا اللي يسجل هو اللي يفوز. طبعا احيانا المباريات تقراها يعني من معطياتها تخطئ او نادرا ما تخطئ. عروس للتفوق لكن احتفظ بالكره كثيرا. لاعبي المولوديه نوعا ما يجروا بالكره ولكنهم حاضرين واسترجعوا التوازن وفرضوا نفسهم في هذه المباراة أمام فريق قوي في أحسن حالاته النفسية. هذا هو تسيير المباريات الكبيرة، ذلك الأمور مختلفة تماما. أمضى أمضى يواصل يتوغل أمضى، وإلى الركنية. نقاش 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 في أول انفلات، والحارس ماموش خرج في الوقت المناسب وانقذ الموقف. اي تمريره من امضى لنقاش لو ما وصلش عليها في الوقت اللازم، تاخر بثواني باجزاء من المئه، لان زيماموش غلق بعد ذلك الزاويه. الركنيه لصالح المولوديه، دفاع يتدخل في نهايه المطاف. كان الخطر في دفاع اتحاد العاصمه.
بطاقه حمراء. هي البطاقه العمراء ام ماذا؟ هي العمراء يا مدار، هي العمراء يا مدار، هي العمراء. هل هو منعرج المباراه؟ ماذا فعلت يا مدار؟ هل كان بنغيث قريبا من شعالنا هذه الدرجه، ام ان ضغط الديربي اثر فيك بهذه الطريقه؟ اي خطا من امدا، اي خطا من امدا. الجمهور كله يصفق على امدا كريم، يصفق، ولكن خروج امدا صدقني بانه عنده تاثيره، تاثير عنده تاثيره، الا اذا لعب عناصر المولوديه بالقلب والحراره واشياء اخرى لتدارك، لانه امدا رقم مهم جدا في معادله. ماذا يقول صيفي؟ خطأ. يقول بانه لم يكن اخر مدافع قادر مدافع. انا نقول لك واش يقول صيفي، مانيش نقول لك عنده الحق ولا ما عندوش الحق. عبد الرزاق حلالشي هو الوعيد اللي قادر انه في البلاطو يقول شرعيه وغير شرعيه. يا عبد الرزاق كي باس خلاص عشت الدربي انت ايضا، وما لازمش نصور واحدة ايضا، لاننا نعلقوا على فريقين بجزئيات و التفاصيل هذه ايضا مهمه. لا يهمنا لا فوز المولوديه والاتحاد، تهمنا المتعه وكفى في هذا الدربي. وبن موسى في اول كره، في اول كره ينفذها لصالح اتحاد العاصمه. ماذا سيفعل بن موسى؟ بن موسى سيتولى التنفيذ، ستكون عاليه، ستكون عاليه، سيبعث عن ابره، سيبعث عن شافعي، سيبعث عن بن يحيى. لا يتسمع بشرف، لا يتسمع بشرف. بن موسى احتكاكات كبيرة طبيعي. بن موسى وجعل يتدخل، هل سيضغط الاتحاد الآن بكل قوة ويبحث عن استغلال التفوق العددي، أم أن للمولودية كلام آخر بعشر لاعبين؟ هجمة معاكسة سريعة، تبي ومن انطلق لم يمر تبي، لم يمر تبي، والصراع يتواصل. هذه الكرة تسترجع من جانب عناصر المولودية، الضغط والإطار الآن لعروس من هناك، يحتاج إلى المساندة من عشود، يفضل أن يواصل، واصل توغل ويستفيد من التماس. لماذا على ديونغ؟ ديونغ الآن بأكثر جاهزية بدنية لتعويض خروج أمدا. والمنعرج الجنوبي للمولودية يلتهب، يلتهب في انتظار أن تلتهب المباراة. على الأقل خلينا نشوفوا عشر دقائق ملتهب، حرمتونا من 40 دقيقة ب 45 60 دقيقة، على الأقل نهاية مجنونة في هذا الديربي. أجواء كبيرة، بدأت الإثارة كريم، ترى الان كل شيء ممكن، حتى من ناحيه الريتم يعني والتدخلات، يعني شاهدنا انه تدخلات قويه من طرف الفريقين. شوف هنا الكره، يعني هاي الاعاده، خلينا نشوف هنا عبد النور، هل في مدافع اخر من هناك؟ يعني خطا فادح من امادا، نظن كانت عنده يعني حالتين، ممكن كان الكرة يلعبها طويلة أم يرجع مع شعال، هو حب يراوغ الترويض، الترويض كان خطأ، وحب يراوغ اللاعب بنغيث، وبنغيث يعني خطأ أي متدين. يعني خاف، شوف خاف أنه ما يوصلش على بنغيث، وحتى سرعة بنغيث والضغط على حامل الكرة، أنه بنغيث يعني قرا اللاعب ضحي بالخروج وما تبقاش هذا أكيد. عروس سيترك مكانه لديونغ، ديونغ تعويض خروج أمد، درارجع العودة إلى عشود، التوزيع والتسديدة وجانبية. الدربي رقم 174 دقيقة، صفر مقابل صفر. كنا ننتظر الأهداف بهجوم ناري من الاتحاد، لكن لم تكن. وانطلاقة، وانطلاقة، التوزيع وشعال، شعال منذ اللقطة الأولى دخل يؤدي في مباراة في المستوى. هنا يطالبوا به انه يعني نوعا ما يريض، الان بعشر لاعبين المولوديه تفكر في التعادل، والاتحاد يفكر في المنافس اكيد اقرب شيء. الان فروجي يوقف هشام على غير العاده، شفناه جالس. وانطلاقه، وانطلاقه، وانطلاقه لصالح اتحاد العاصمه لبن موسى، بن موسى والتسلل، ايه تسلل. الان الاتحاد يهاجم بأكبر عدد ممكن من اللاعبين. أهل المباريات المحلية قلنا بأن واضح التسلل،
لا منطق في المباريات هذه. قبل المباراة على الورق كل المعطيات تقول لك مستحيل انه يكون هذا السيناريو. حتى كريم يعني لما تلعب مقابلة كبيرة يكون فيها تركيز كبير، يكون فيها يعني تكتيكيا فيها حسابات كبيرة، كل واحد يدير عنده استراتيجيته، هذا تدخل فيها كل المباريات الكبيرة يدخلوا فيها هذه الأشياء، خاصة التركيز العالي. أمس ذكرناهم في مباراة 99 خلاص صفر المقابل صفر. الكرة لصلاح كودري الذي يسترجعها وينطلق لبن موسى. بن موسى يبحث احسن لك، غير الجناح تماما، يريد فتح اللعب اكثر من فريق نقص عدديا. الدفاع يدخل في نهايه المطاف وليد رارجا طويله نعيد نقاش، هذه الارضيه ايضا تخيف، قادر انا تخدع اللاعبين. ها زليجا وفي نهايه المطاف صعبه على اللاعبين. ها صح، ماهوش مثل ما كنا نراها في البدايه كريم، حتى هي اثرت ايضا على المرمى، اثرت على المردود واللاعبين لاعبين تقنيين. ها تقنيين من ناحيه حتى تبذلوا مجهودات كبيره كذا نوعا ما. الكره عند شريفي، توزيعات لا تجدي نفع بجانب الاتحاد، لذلك فضل ان يلعب بهذه الطريقه. مزيان ايبارو يغير الجناح تماما لعرجي، عرجي الان مزيان من جديد، مزيان يبحث عن الركن يستفيد من التماس. العشر دقيقة الأخيرة من عمر هذا الديربي، ديربي الحسابات، ديربي الجزئيات، وديربي الجمال والمتعة فوق المدرجات. توزيعة السرعة كما هي كثيرة ولبركة كريم. هل نظن رفيق صيفي دار يعني خرج اللي كان يلعب في الرواق ودخل صراع ثنائي بين فروجي وسط ميدان دفاعي، هل فروجي خرج مدافع؟ هل الفروجي خرج مدافع ودخل مهاجم باش يكون يعني الكثافه العدديه في الهجوم؟ شريفي التوزيع مرت امام الجميع الى ضربه مرمى، كانت خطيره والجنون فوق المدرجات. اجمل ما عشناه الى عاد الان هي المتعه فوق المدرجات. الان يشتعل المدرج الشمالي تحت الجزيره، كل واحد بالوان الناديين وكل على طريقته الخاصه، كل واحد ضابط وقته. هشام لابد 5 دقائق البلودية، بعد 5 دقائق الاتحاد، ما يخلوكش تماما تمل لما تشاهد المدرجات. هي حضارة صراحة من كلا الجانبين، سقوط خطير من الأنصار، فعلا سقوط خطير لي مدري. أعتقد الآلام مدري. في الكتف متعة هكذا في الكثير من الأحيان، نركز على ونطلب من مخرجين التركيز على أرضية الميدان، لأن الحدث فوق أرضية الميدان، ولكن عذرا اليوم الحدث فوق المدرجات وليس فوق أرضية الميدان. لكل مقام مقال، والمقال اليوم يكتب عن إبداع أبناء الاتحاد وأبناء المولودية فوق المدرجات. شكرا لكم لأنكم أمتعتمونا بكل حضارة وبكل روح رياضية، وبعيدا عن كل السلوكات اللا رياضية، كما نتمنى أن يكون هذا النموذج في كل الدربيات وفي كل المباريات المحلية، لأنه في النهاية كرة القدم هي المستفيدة. كريم بين حكايات الدربي، الأخوين عبد الرحمن الأكبر وبلال الأصغر، عبد الرحمن يناصر الاتحاد وبلال يناصر المولودية. ازدان فراش عبد الرحمن بولد قبل يومين، يقول بأنه سيكون مناصر للاتحاد، وإن لم يكن مناصرا للاتحاد المولودية طبعا سيكون عقل للوالد. ذلك كل شيء مبروك لبلال عبد الرحمن رفاد، منيل رفاد هذا أصغر مناصر للاتحاد، مبروك عليه، ويبقى بخزلي اصغر مدرب فاز بالدربي ذهبا واياب. ها
الصيتي في أول دربي له كمدرب رئيسي. لحد الآن في كل هذه الظروف تسبرها. يعني استراتيجيته كانت يعني ناجحة حتى الآن. إلى غاية اللحظة أنه قادم الدقائق كل شيء ممكن فيها. والآن اتضح من يسجل يفوز. 100%. 100%. لأنت كريم 85 دقيقة تغيير واحد من طرف اتحاد العاصمة. الكرة في الوسط تسترجع من جانب الاتحاد الانطلاقة على السرعة على الخطورة، ولكن الواقع كما ينبغي بتعني. وكأنه ليس نفس الدفاع اللي تلقى 5 أهداف أمام شبيبة القنائم و4 في مدينة وهران. هاو التربي كيفاش يغير لك؟ نفس اللاعبين، نفس اللاعبين، نفس الدفاع أمام شبيبة القبائل شوارع، أمام مدينة وهران شوارع، واليوم أمام أقوى خط هجوم اسمت مسلح. والانطلاقة الاعتراض والمخالفة. لا 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 كريم. الحكم قال ولا شيء، كان وراءه الحكم عبي جاب حبي الأمان. هو اللي دفع خرج أمد حبيس اللي خرج ودادة عادة معشود عنده الخبرة. جعال يبقى سقط على أرضية الميدان متأثر بالإصابة السابقة. الإصابة السابقة 0-0. جميلة الأنصار سعداء فوق المدرجات، يعني جاءوا قضوا أمسيتهم. بدأوا يغادرون من أي جانب؟ جانب الاتحاد. من الجانبين. اقتنعوا بأن المباراة هي مباراة التعادل. هاي الصورة مباراة تعادل تغضب كثيرا الفريقين. ربما تغضب الاتحاد لأن البنودية نقطة أمام الاتحاد في هذه الظروف هي نتيجة إيجابية. الاتحاد بلغة الأرقام بمعطياتها بالحالة النفسية خاصة بعد الفوز الكاسح في المباراة الأخيرة أصبح يقسم بين 3 مركز أول. شبيبة القبائل أمس تعادلت في المدية، يعني كانت فرصة لتقليص الفارق عن الرائد. والاتحاد عنده مباراة متأخرة أمام مولودية البجاية وأمام اتحاد بالعباس عنده فرصة للقب شتوي. هاي المعطيات اللي ربما استغلال الفرص ولكن في نهاية المولودية كانت تبحث عن نفسها في هذه المباراة، خاصة بعد كل الكلام الذي قيل قبل هذه المباراة عن الصراعات وعن الاختلافات بين المسيرين عن المدرب القادم وعن كلام رفض بعض اللاعبين المشاركة. حتى وإن كانت إشاعات ولكن الإشاعة تؤثر قبل الديربي. رغم ذلك إلى حد الآن المولودية لم تستسلم في هذا الديربي، والاتحاد حاول وقدم كل ما لديه في انتظار الدقائق الأخيرة. الحكم عبد شارف قد يضيف 4 دقائق ستكون للسسبنس. مزيان مزيان دمو استرجع الكرة الخطأ والانطلاقة التوزيع ولك قنين. إيبارا تحسر على هذه اللقطة لأنه كان ينتظرها. إيبارا لو تنساه لثواني تخلصها، خاصة في الكرة العالية. يعني اللاعب عنده مورفولوجيا كبيرة، لو تكون مفتحات يعني ممتازة. وهذا الشيء اللي كان ناقص اليوم من طرف فريق لاعبي اتحاد العاصمة. التوزيع فوق العارضة الأفقية، كرة شافعي. لا أدري هل كان الاتحاد أفضل بيايا أيضا. سعيود موجود في البنك الاحتياط، حتى اللاعب بن شعة، لاعبين سريعين. حيوس الان سيأخذ حيوس. طبعا عنده الكثير من الاختيارات. فروجي تحتار لكن عرجي الكل في الكل في
لنقول الدقيقة الأخيرة، بل ربما أقول أربع أو خمس دقائق الأخيرة بعدما نرى كم سيضيفه الحكم. لاعبي تجارب كريم، لاعبي المولودية رجعوا للوراء، يعني فكروا في التعادل بعشر لاعبين في كل هذه الظروف. التعادل تعادل وإنجاز للمولودية صراحة، والاتحاد يؤمن بالأدب في لغاية آخر اللحظات، كل شيء ممكن في هذه المباراة. الاتحاد الآن كله في منطقة المولودية، يشيرتي حول فتح اللعبة للأجنحة لإيجاد المساحات، يمكن خلق كما ينبغي عناصر مولودية الجزائر. تعود إلى هجمة معاكسة سريعة، لم يمر بن دبكة، لم يمر بن دبكة في هذه الكرة. هل هي أربع دقائق؟ فعلا أربع دقائق من الإثارة. عبيد عشان في حبرة أربعة كثير. الكرة لبن غيث، بن غيث لبن موسى، بن موسى التوزيع. شعال 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 ينقذ المولودية، أقول شعال ينقذ المولودية، لأن الكرة كانت خطيرة ومنفذة كما ينبغي. كرة قاتلة في نهاية المباراة، كانت التوزيع وكانت التسديدة في القائمة الثاني، ولكن شعال كان في المكان المناسب. معيوس سيدخل مكان أرجي وليد، ولكن قبل ذلك دعنا يا سيد تشاهد أخطر فرصة في اللحظات الأخيرة. كرة كانت قاتلة، تصدي ممتاز من يعني علامة كاملة اليوم الشعال. آي من بن موسى مليمترية، كانت متوجهة للشباك. حتى ولو متوجهة للشباك شافعي كان في القائمة الثانية. أي تصدي لشعال في هذه المباراة. كل المباريات يحسمها لاعب أو لاعبين، شعال حسب الدربي للمولودية بتصديات وتصدي آخر. خلق المباراة وكسب الريال في هذه المباراة، والجمهور يصفق على شعال لأن الظروف كانت فعلا ظروف صعبة اليوم. لا نلوم الاتحاد لأن الدربي هو هكذا، قلناها الدربي هو هكذا، لما تكون في أحسن حالاتها الاتحاد لا يفوز على المولودية، ولما تكون المولودية في أحسن حالاتها والاتحاد في أسوأ حالاته لا يفوز. نفس السيناريو حدث عام 1999 لما توجت المولودية بالكأس، شاهدنا الملخص قصير أمس، صفر مقابل صفر كانت بطاقة صفراء. يتب المولودية الآن كل في الكل من أجل الحفاظ على التعادل والاتحاد، الكل صعد الآن إلا زيماموش. هل هو تعادل منطقي؟ ظن تعادل منطقي لأن ما شفناش فرص كثيرة من الطرفين. شاهدنا حقيقة اتحاد العاصمة نوعا ما كان أحسن، لكن من ناحية الفرص السامحة للتسجيل يعني ما كانش، خاصة في الشوط الثاني. أما المولودية لعبت حسب الإمكانياتها، نظن استراتيجية كانت ناجحة من طرف المدرب، نظن تعادل راح يكون أحسن بالنسبة للمولودية من ناحية نفسية. بن موسى في كرة ثابتة، هل يغير كل شيء بن موسى في الدقيقة الأخيرة؟ كيف سينفذها بن موسى؟ الكل على أعصابه هنا في ملعب 5 جويليا، ودفاع المولودية الصامت. صامت العلامة الكاملة اليوم لدفاع المولودية أمام الآلة الهجومية للاتحاد والهجمة المعاكسة والمخالفة. آخر فرصة في هذه المباراة قد تكون للمولودية ولنقاج الذي استفاد من المخالفة. يحييه صيفي لأنه يدرك بأن هذه اللقطة ستنهي المباراة هنا بكرة ثابتة لمولودية الجزائر. سيأخذون كامل وقتهم لتنفيذها، يريدون أن تنتهي المباراة مباشرة بعد تنفيذ الكرة الثابتة الأخيرة للمولودية، مادام أنه بعد 24 ثانية سيعلن عبيد شارف عن نهاية هذه المباراة. يبدو سأقول الكلام بعد هذه الكرة الثابتة من عشود عالية، وتسلل
ونهاية المباراة ستكون بالتعادل السلبي 0-0. تعادل لا يريده زيماموش، لذلك أراد أن ينفذ الكرة بسرعة. هل ستكون هناك هجمة؟ لا، هو التعادل السلبي بين الفريقين، بين اتحاد العاصمة والمولودية. خيبة أمل للاعبي الاتحاد وارتياح للاعبي المولودية. شكرا لك عبد النور، شكرا لك هشام، عودة إليك. طبعا شكر موصول أيضا لكل زملائنا التقنيين، العافلة الرقمية على HD رقم 1 بقيادة المخرج يزيد بلكوت وكامل التقنيين. إذا 0-0، تعادل منطقي مفيد للمولودية وخيبة أمل لدى عناصر اتحاد العاصمة. نلقاكم بإذن الله في موعد رياضي قادمة. عودة إليك زميلي سامي.